اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من الصحافه اليوم. كالعاده استعرض معكم ابرز ما تناولته الصحافه المحليه والعربيه والدوليه. نتابع. خبر وفاه مختطف جديد بسجن امن سياسي التابع للحوثيين في صنعاء. اغتيال جنديين بمدينه تعز من قبل مسلحين مجهولين. القوات الحكوميه تتقدم صوب مركز مديريه باقم وتاسر عددا من ميليشيا الحوثي. مطابخ خيريه انشاها الحوثيون في صنعاء وجباتها حصريه على منتسبيهم. مركز حقوقي هجر الحوثيين 44 أسرة من قرية الوافية غربية تعز، ومستمرون في جرائم القتل والقنص والاختطاف. كسر هجوم واسع للميليشيا على مواقع اللواء 35 مدرع أسفل نقيل الصلو بتعز واغتنام أسلحة وذخائر خلفها الحوثيون. وكالة 2 ديسمبر، اجتماع موسع لميليشيات الحوثي بحجة ينتهي بالاعتداء على مشرف بني العوام وزقنه. نشاط مؤتمري واسع في الساحل الغربي. انتشال 20 جثة لقتلى حوثيين في صرواح مأرب. 33 عاما لم يغلق مسجدا ولم تمنع صلاة رمضان في عهد الميليشيا الحوثية بلون أسود. موقع نيوز يمن، ميليشيا الحوثي تهدد بتغيير المحافظين لمواجهة نقص المقاتلين في صفوفها. مسلحون حوثيون يمنعون رفع أذان المغرب في جامع السنة بسعوان في توقيته. الحوثي يشعل تويتر بسخرية باكتشاف غريب ومغردون يسألونه عن نوع الصنف. قتل حوثيون بمعارك مع لواء الحمادي في تعز. عربيا ودوليا، والبداية من وكالة سبوتنيك الروسية. 12 غارة للتحالف على 4 محافظات. اختراق ناقلة وقود ومحطة غاز بغارات للتحالف على اليمن. اغتيال جنديين من الحرس الرئاسي في تعز. السفير الروسي في اليمن يؤكد حرص موسكو على إنهاء معاناة الشعب اليمني. صحيفة الشرق الأوسط، جميلة تكشف وحشية الدروع الحوثية في اليمن. باحثون وناشطون للشرق الأوسط، تنصل الميليشيات من جرائم الأتباع لم يعد مجديا. موقع دي دبليو الألمانية، الحرب على اليمن تفاقم مأساة عمال الأطفال. تجدهم في كل مكان، أطفال لم يتذوقوا حلاوة الحياة لكنهم يتجرعون مرارتها بكل قسوة، فهم يكدون ليعيلوا أنفسهم وأسرهم فيما تستعر الحرب. عمالة الأطفال ليست أمرا جديدا في مجتمع اليمن، لكن الحرب جعلت منها مشهدا يوميا. صحيفة الوطن الخليجية، الميليشيات تعاني نزاعها الأخير قبل دحرها من اليمن. اهلا بكم اذا لمناقشه ابرز ما تناولته الصحافه. ارحب بضيفي في الاستوديو الاعلامي والصحفي مطهر الريدة. مرحبا بك يا اخ مطهر. سهلا. واذا دائما معي عبر الهاتف ثابت الاحمدي الكاتب السياسي. ابدا معك استاذ مطهر، ما ان اقبل شهر رمضان المبارك حتى قامت او كشرت عننا بها هذه الميليشيات وبدات باثاره النعرات الطائفيه في بيوت الله. تعليقك. اولا نقول كل عام وانتم بخير للشعب اليمني بالكامل بمناسبه ذكرى 22 من مايو عيد الوحده المباركه. نعم. ثانيا، عوده الى سؤالك، الحوثيين ديدنهم على مدار الفتره الماضيه وعلى مدار معيشتهم بشكل كامل هذه السلاليه المغتصبه للوطن، يعكرون صفو الشعب، يعكرون صفو المجتمع، يعكرون صفو حتى المتدينين الملتزمين. نعم. في كل مناسبة، في كل احتفال، في كل شيء يعكرون صفوهم. فيعني هل تتوقع أن يصدر قرارات من عصابة لأئمة مساجد أو لمصلين بعبادة معينة أو بدعاء معين أو بإغلاق مساجد معينة او بتوجيههم بخطب معينه؟ يعني هذه ديكتاتوريه اكثر من مما هي ديكتاتوريه في اي مكان اخر. فعلى مدارهم او على مدار تاريخهم هم يحاولون ان يوجهوا المجتمعات او المجتمع اليمني بالبسيط المتدين بطبعه الى افكار غريبه ودخيله على هذا المجتمع. نعم. المجتمع اليمني متدين بطبعه. نعم. يحب الخير، يحب العبادة، ينتظر رمضان بشغف. هناك عادات وتقاليد وإحساس بشهر رمضان الكريم في اليمن برونقه اليمني الأصيل، بعيدا عن التدخلات الفكرية، بعيدا عن التدخلات الحزبية، بعيدا عن التدخلات أيا كان. عندما يأتي الحوثي هذه العصابة لفرض منهج معين أو لفرض نظرية معينة في العبادة أو لفرض خطب معينة أو لفرض دعاء معين، فهذا يعتبر إجحاف في, نعم. في حق المواطن وفي حق الدين أيضا. طيب أستاذ مطهر، برأيك لماذا هذه الميليشيا بتركيزها يعني على بيوت الله والمساجد تحديدا، وتناست القضايا الشائكة الأخرى التي تتمثل في أزمة المشتقات النفطية، أزمة الغاز، أزمة المرتبات، لماذا التركيز على
هذه الورقة تحديدا؟ لأنها عصابة يا سيدي. نعم. والعصابة عادة ليست دولة وليس مطلوب منها أن تريح الشعب لأنها نعم. عصابة. وبالتالي هذه العصابة عندما تستخدم كل الأوراق الممكنة لنهب خيرات أو لتعكير صفو حياة أو لإثارة نزعات أو لإثارة بلابل أو مشاكل أو اغتيالات أو يعني لعدم وجود دولة، فهذا هو نهج أي عصابة. نعم. والعصابات عادة هي تعمل بهذا الشكل. نعم. فبالتالي أيا كانت الأسلحة الموجودة في اليمن، سواء كانت الأسلحة، لا أقصد السلاح، أنا أقصد الفكري. الفكري. نعم. سواء كان بشري أو مادي أو حتى في النفط أو بشري موجود أو فكري، هم يستخدمون هذه الأسلحة وهذه الأوراق فيما يخدم مصالحهم هم الشخصية. نعم. وبالتالي لا تتوقع منهم شيء، لا نتوقع منهم أن يقيموا دولة ولا نطلب منهم أصلا. وأنا أستغرب من الذين يطالبون الحوثيين بالمرتبات أو يطالبونهم بمساعدة أو يطالبونهم بتأكيل الشعب. نعم. كيف تطالب عصابة بأنها تعطي مرتب؟ لا تستقيم. نعم. نحن أمام عصابة ولسنا أمام دولة. نعم. فبالتالي الأمر جد خطير. طيب أخ مطهر أرجوك تبقى معي، أذهب أيضا إلى ضيفي عبر الهاتف الأستاذ ثابت الأحمدي الناشط والكاتب السياسي. مرحبا بك أستاذ ثابت. مرحبا بك أخي الكريم وبالمشاهد الكريم أيضا، أهلا وسهلا بكم ورمضان مبارك. نعم. كل عام وأنتم. أستاذ ثابت، على مدى 3 عقود من زمنية أو قبلها أيضا عاش اليمنيون في أمن وأمان وسلام، ولم تكن موجودة لديهم هذه النعرات الطائفية المذهبية. اليوم بعد 3 عقود زمنية أو أكثر من 3 عقود تحاول هذه الميليشيا إذكاء الصراع الديني المذهبي الطائفي، تعليقك؟ هذه جماعة عصابة، جماعة عصاباتية سلالية يعني لقرون من الزمن تعودت النهب والسلب، وبالتالي يقال العيب من أهل العيب ليس بعيب. هذا نعم. هذا شيء متوقع أصلا، وما لم يكن متوقعا هو أننا نتوقع من عصابة أن تبني دولة، وهذا ليس إلا في خيال الجهلة للبعض. لا تتوقع من أي عصابة مطلقا أن تبني دولة، أن تبني المؤسسات، بل بالعكس تهدم المؤسسات، تقوض الكلام الاجتماعي، تتعامل مع مؤسسات الدولة، مع خيرات الدولة، مع بنية الدولة كما يتعامل بدو الرحل مع العشب والكلى غنيمة أسبوع أو شهر ثم يمضون وهكذا. نعم، هذه الجماعة منذ أتت ومنذ أطلت بقرونها الخبيثة في العام 2014 لم يعد لدينا دولة يعني بالمعنى السياسي لكلمة دولة. صارت لدينا أمة مشردة، اليوم ملايين يعني مئات الآلاف من اليمنيين مشردون في أكثر من عاصمة عربية بل وعالمية. نعم. مشردون في الداخل والخارج، خائفون في السجون، في المعتقلات، في الزنازل. أصبحنا اليوم يعني في حكم الغاب، في غابة كبيرة يتحكم فيها اللصوص. نعم. أقول يتحكم ولا يحكم، لأن هذه الجماعة يسعى للسيطرة بغرض التحكم، لأن الحكم فلسفته وله أدواته وله قوانينه. أما هذه الجماعة لا تسعى إلا للتحكم بالمفهوم البدائي، بالمفهوم الحيواني الباطش. نعم. طيب أستاذ ثابت، لماذا التركيز على الورقة الدينية؟ لماذا هذه الجماعة يعني كلما مر عليها عدة شهور أو سنوات تحاول إذكاء الصراع الديني المذهبي الطائفي بين أبناء المجتمع الواحد؟ يقال إذا أردت أن تمرر مسألة باطلة عليك أن تغلفها بغلاف ديني، والمقال ابن رشد تقريبا. هذه الجماعة يتعرف تماما أو تستغل عاطفة الناس الدينية، وبالتالي تتعامل معهم بالخطاب الديني ليسهل تمرير مشاريعها الخبيثة الكهنوتية. المجتمع اليمني تعرفه، يعرف الجميع أنه مجتمع متدين، مجتمع متعاطف، مجتمع يحترم دينه ويحترم شعائره الدينية، وبالتالي تعمد هذه الجماعة إلى تغلف كل قبحها وكل سوئها يعني بالمسائل الدينية لتمرير أفكارها الخبيثة من خلال هذه الشعارات الزائفة، من خلال نعم. الشعارات الدينية، حتى أنها أشبت نفسها يعني بالكلية بمسمى أنصار الله على غير حزب الله، يعني تقربا من لفظ الجلالة من الله عز وجل. طيب أرجو أن تبقى معي أيضا أستاذ ثابت، أعود إلى ضيفي في الاستوديو أستاذ مطهر. من حيث انتهى ضيفي الأستاذ ثابت الذي تحدث على أن كل جماعة تريد الوصول إلى السلطة أو إلى أهداف أو إلى مبتغى آخر تتغلف بغلاف الدين، تعليقك لماذا بالذات هذه الجماعة مصرة على إذكاء الصراع المذهبي الطائفي السلالي في مجتمع يمني متعايش على مدى عدة عقود زمنية؟ لماذا هذه الورقة تحديدا
وهل هذه الورقة سوف تنطلي على أبناء اليمن أم أنهم أصبحوا مدركون خطر هذه الجماعة التي فشلت وفضحت وأصبحت غير أفكارها غير مجدية على أبناء الشعب اليمني؟ جميل جدا. أولا هناك لابد من توضيح شيء مهم جدا، أن الحوثي بيستغل هذه النقطة لأنه عرف من أين تؤكل الكتف. نعم. المجتمع اليمني لا زال بفطرته الطبيعية، نسبة التعليم لا زالت ضعيفة جدا، نسبة الأمية كبيرة جدا، فبالتالي الحوثي يدغدغ العواطف لهذا المجتمع ولهذه وأيضا هناك يعني إشكالية كبيرة أن الشباب في حديثي السن أيضا لا يعني للأسف الشديد شوهت صورة كبيرة في ذهنه. نعم. عن تدينه، عن مصلحته، عن علاقته بوطنيته للأسف الشديد، فبالتالي استغل الحوثي هذه النقطة وشوه الأفكار وغرسها في عقول الشباب. وأيضا يعني للأسف الشديد أنه الموروث السابق مما كان في يعني للشعب اليمني بسبب عدم يعني توعيته الكاملة خلال الفترات الماضية من ناحية الدينية، من ناحية الوطنية، خلى الحوثي يستغل هذه النقطة لصالحه، بحيث أنه يغرس في عقول المواطن ما يريد بصفة دينية بين قوسين وليس بصفة أخرى. يعني هو يتكلم عن الجنة وعن النار وعن البذل وعن التضحية وعن الاستشهاد في سبيل الله وعن 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 هذه كلها، أين؟ لمن؟ وعلى من؟ وبمن؟ يعني أنت تقتل أخوك وابنك وابن عمك ونسيبك، اليمن من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه يعني أنساب وأصهار، فبالتالي ويستغل هذه النقطة لتوجيه صورة معينة لهذا المجتمع للقتل والدمار في الداخل للأسف الشديد وليس في الخارج. فهذه إشكالية كبيرة، لابد أن نوعي أبناءنا، نوعي إخواننا في الداخل أن هذا لا يعني لا ينبني على كلام الحوثي أو على هذه العصابة أن ننجر وراءه، ولا 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 يصح أن نهدم أبناء وطن بسبب أفكار دخيلة وغريبة على ثقافتنا وعلى مجتمعنا وعلى ديننا وعلى حتى وطنيتنا. طيب أستاذ مطهر، هل يعني يعقل أن نصدق أن هذه القبائل التي تزوج بأبنائها في إطون صراع وإلى القتل والدمار أمام جماعة لا تحمل أي مشروع، حتى مسمى مشروع وطني لا يوجد، هل معقول أن هذه الأفكار التطرفية وهذه الأفكار التي تدغدغ بها مشاعر الناس استطاعت أن تدخل إلى أفكارهم وإلى قلوب الآباء والأمهات ويضحون هكذا بهذه السهولة بأبنائهم؟ لا، ليس هذا فقط. نعم. ليس هذا فقط. الحوثي يستغل نقطتين مهمتين جدا في بقائه واستمرار حربه في الداخل. النقطة الأولى هو تصوير للمجتمع بشكل عام أنه لا زال على شراكة دائمة مع حزب المؤتمر الشعبي العام، وهذه كارثة. هذه كارثة لأن الشراكة انتهت، وبالتالي المفروض ويفترض، وأنا أدعو يعني جميع قيادات المؤتمر الشعبي الذي لا زالوا موجودين في مع الحوثي أن ينسحبوا منه، لأن هذه عصابة لا تريد دولة ولا تريد وطن. الأمر الآخر أن المشايخ القبائل والقبائل وأيضا الذي يذهبون مع الحوثي هناك ضغوطات كبيرة جدا عليهم لزج بأبنائهم، وأحيانا يصل بهم إلى التهديد، وأحيانا يصل بهم إلى يعني إلى القتل وغير ذلك. فبالتالي الحوثي يتحرك في ناحيتين، ناحية أنه يصور أن لا زالت الشراكة موجودة وأني قائم بحكم الواقع الذي نحن نعيش فيه وبالشراكة مع المؤتمر الشعبي العام، وهنا يبد أن يكون هناك خط فاصل مع هذا الموضوع. الأمر الثاني أنه إذا تم فض الشراكة ستكون أمام العالم كله عبارة عن عصابة نستطيع أن نواجهها، نستطيع أن نواجهها جميعا لكي نخرجها من هذا البلد، أو يسلم الدولة ويعود مواطن كوضعه كأي مواطن في اليمن يعيش بشكل ديمقراطي تحت مظلة القانون والمؤسسات الدولة. أخ مطهر تسمعني أيضا؟ نعم. طبعا أصحح لك والمشاهد الكريم على أن لا شراكة موجودة حتى بعد أحداث الثاني من ديسمبر بعد أن فضها الزعيم الصالح قبل استشهاده، مثل ما ذكرت سلفا على أن هذه الجماعة هي ما زالت قوة السلاح والميليشيات تسيطر على العاصمة المحتلة صنعاء.
نحن في هذا الشهر الكريم، أعود إلى ضيفي الأستاذ ثابت الأحمدي، هل هنالك تفاؤل شعبي أستاذ ثابت بأن شهر رمضان هو شهر الغزوات وأنه على أبناء الشعب اليمني أن يواصلوا الانتفاضة الشعبية لدحر هذه الميليشيا؟ هل لديك أنت والمشاهد أيضا بصيص أمل لإنقاذ ما يمكن إنقاذهم ولو محافظات بسيطة أبسطها الحديدة تعز ثم بقية المحافظات ستأتي تباعا؟ عزيزي، مهما طال الأمر بهذه الجماعة، مهما تحكمت أو استحكمت، فإن نهايتها زائلة ونهايتها محتومة، أمر لا شك فيه. تعرف ويعرف المشاهد والمستمع الكريم أن الخمر في كمبوديا صفوا أكثر من 3 مليون مواطن ما بين 75 و79، وأحكام سيطرتهم النهائية بالحديد والنار. ولكن بالنهاية انقرضت هذه الجماعة ووجد رئيسها بالنهاية أو قتل في إحدى الغابات صريعا. هذه الجماعة الآن مسألة بقائها هنا مسألة وقت فقط، والحلقات تضيق عليها يوم بعد يوم، الشعب اليمني يحاصرها يوم بعد يوم داخل وقتها، داخل صعدة نفسها، المواطنون اليمنيون داخل صعدة مستاؤون متدمرون حتى الهوس من هذه الجماعة المرفوضة من كل أبناء اليمن. هم يستقون بالدولة، يستقون بقوة الدولة وليس بقوتهم هم كعصابة، وإلا فلا يمكن أن يبقوا يمن واحدا في الحكم. هم يستقون بجيش الدولة، ببنك الدولة، بإعلام الدولة، بمؤسسة الدولة، وإلا من المؤكد لن يبقوا يوما واحدا في السلطة مطلقا أبدا، لأنهم أضعف من ذلك بكثير. ومع هذا كله جيش الشرعية والشعب اليمني وكل الجبهات الآن تلتف من الشرق ومن الغرب ومن الشمال والجنوب باتجاه حصر هذه الجماعة والقضاء عليها نهائيا إن شاء الله. طيب أستاذ ثابت، أمام الانكسارات غير المسبوقة التي يعني أصبحت تلاحق هذه الجماعة وسقوط المئات وربما وأسر المئات آخرين في مختلف الجبهات، صعدة، الجوف، الحديدة، الساحل الغربي، ميدي، ألا يعني أن هذه الجماعة ذاهبة إلى الزوال وأن أصبحت القبائل يجب عليها أن تعرف على أن المشروع الحوثي لا مكان له في اللي شأن في اليمن، سواء مشروع الحوثي أو الإيراني إن صح التعبير؟ كما قلت، المسألة مسألة وقت فقط، وما هي إلا أيام أو شهور معدودة إن شاء الله، وكل اليمنيين سيعودون إلى صنعاء محتفون بوطنهم للجميع، لأن هذه الجماعة غريبة عن الشعب، لا لغتها لغتنا ولا ثقافتها ثقافتنا ولا مرجعيتها مرجعيتنا أبدا. جماعة إيديولوجية صلبة مولغة على نفسها، منفصلة عن أمتها العربية والإسلامية، تحتكم إلى إيران وتعتبرها وتعتبر قم عاصمتها المقدسة. وبالتالي فبينها وبين الشعب اليمني هو ثقافية وهو فكرية وأيضا هو سياسية، وعلى أي حال ليس لها قبول في الشعب اليمني، وستجد نفسها محاصرة ثقافيا وسياسيا وعسكريا وستنتهي إلى مزبلة التاريخ. طيب أستاذ ثابت، ما الذي يتوجب على ما يسمى بالحكومة الشرعية؟ أين تقف من معاناة أبناء الشعب اليمني خصوصا في هذا الشهر الفضيل؟ لماذا لا يتم إرسال الرواتب عبر أي مصرف عبر لا تستولي عليه هذه الميليشيا، بحيث أنها تستطيع تخفف من آلام ومعاناة ملايين الأسر التي تعاني الفقر والجوع المدقع؟ للأسف هذه من أخطاء الشرعية، ونحن دائما نذكرها ونقول هناك أخطاء وهناك عيوب وصلت إلى درجة الخطايا تمارسها الشرعية، لا ندري هي طبعا تخرج بمبررات لا ندري ما حقيقتها. وعلى أي حال الأزمة ستعدي وشعبنا اليمني صبور وسيعدي أزمته إن شاء الله. رسالة أخيرة توجهها ثابت لكافة القوى الوطنية ولأبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج. قد أكون في الواقع أقل من أن أوجه كلمة وأنا بعيد عن أرض المعركة وعن غبار المعركة بدرجة الرئيسية. الكلمة الرئيسية اليوم للمدفع، الكلمة الرئيسية للكلمة بنقاوتها بطهارتها، المشهد الرئيسي اليوم للجندي المرادف داخل أرض الوطن. ونقول صبرا مهما طال الليل فإن الصبح آت لا محالة، وإذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد للقيد أن ينكسر، وأيام أو شهور معدودة إن شاء الله، ويعود اليمنيون إلى كنفهم وإلى دولتهم معززين مكرمين، وستندحر هذه العصابة مذؤومة مدحورة إلى جحورها، بل ربما إلى خارج صعدة، لأن صعدة ملك اليمنيين وليست ملك جماعة الحزب. أشكرك ثابت الأحمدي الكاتب والصحفي، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أعد معك أضيفي في الاستوديو الأستاذ مطهر، أين دور ما تسمى بالحكومة الشرعية من ما يعاني ملايين أبناء الشعب اليمني خصوصا تلك المحافظات التي تقبع تحت سطوة الميليشيا؟ لماذا يعني لم تصل لهم مساعدات غذائية؟ لماذا لم يتم إرسال الرواتب التي طبعت مؤخرا بأكثر من 180 مليار ريال يمني؟ ما هو المبرر؟ نعم،
اولا هذا السؤال انا يعني ارى ان انه يسال للحكومه، لكن من خلال رؤيتي انا الحكومه للاسف الشديد مقصره تقصير كامل، وهذا دائما ما نقوله في كل لقاءاتنا لانها مقصره، يعني لا يوجد لها اي مبرر اطلاقا، يعني حتى وان كان يقولون ان الحوثيين ينهبون المساعدات الغذائيه، يعني يمنعونها من وصول الى المواطنين، ينهبونها، هذه ليست مبررات. لابد ان هناك يعني جهات رسميه للمنظمات الدوليه تعمل في اليمن تستطيع أن تدخل عن طريقها أو عن عبرها أو عن طريق الأمم المتحدة، يعني هناك طرق كثيرة، لا يوجد هناك مبرر للحكومة بهذا التقاعس أو بهذا الخلل إطلاقا. لكن أنا أود أن أضع يعني نقطة مهمة جدا، أن هذه العصابة الموجودة في الداخل سواء وخصوصا في المحافظات التي هي مسيطرة عليها كصنعاء وبعض المناطق فقط، يعني قد أصبحت الآن إلى زوال، هي تحاول أن تستميت بشكل كامل بكل ما أوتيت من قوة لكي تظل أكبر وقت ممكن من لدمار اليمن، لا أقل ولا أكثر. طيب أستاذ مطهر، هل تتوقع استمرار هذه الجماعة؟ يعني ربما خلال العام الجاري سيتم إن شاء الله كمان لدينا هذا التفاؤل وكل أبناء اليمن باندحارها، أم أنها إذا ستستمر واللعبة ستكون لعبة دولية ربما للبذل أو يعني لشراء المزيد من صفقات الأسلحة؟ السيناريوهات كلها مطروحة للأسف الشديد، لكن الأمل موجود أن التفاف الشعب، لأنه الآن أصبح الحوثي لا يطاق في جميع المحافظات، يعني وخصوصا في الداخل، يعني الحوثي الآن قد أصبح مكروه من الشعب اليمني في الداخل وأيضا من الخارج، فبالتالي إذا التف هذا الشعب اليمني سواء في الداخل والخارج وانتهت المصالح الشخصية ما بين الأحزاب وانتهت يعني المصالح الفردية للقيادات الحزبية والقيادات العسكرية في الداخل، فبالتالي أنا أتوقع أنه بعد 22 مايو من عيد الوحدة المباركة خلال أشهر معينة سوف يكون هناك يمن بلا حوثي. طيب أستاذ مطهر، مع الأسف هنالك تقارير ربما إعلامية قد تخطئ وقد تصيب، بل تتحدث بواقعية عن تقارب إخواني قطري إيراني مع جماعة الحوثي، وهذا ربما المتخوف منه في قادم الأيام. برأيك ماذا تريد هاتان الجماعتين من الشعب اليمني بعد كل المرارة التي ذاقته منذ العام 2011، عام الفوضى ما سمي بالربيع العبري؟ جميل جدا. وطبعا بالنسبة لتقارب الحوثي أو الإخواني مع إيران، هو من زمان هو كان تقارب موجود ولم يفتك حتى هذه اللحظة. هناك مخططات كبيرة طبعا لتقسيم اليمن، هناك مخططات كبيرة جدا لإمادة أمد الحرب في اليمن، لدمار اليمن بشكل كامل، والمواطن هو الضحية الأول والأخير. فأنا يعني أرى أن هذا التقارب للأسف الشديد ليس في وقته وليس في محله. هذه عصابة، وأي أيديولوجية فكرية موجودة في اليمن سواء كانت حزبية أو جماعي أو جماعة أو أيا كان، يعني المفروض أنها يعني تنتهي تماما من اليمن. الأيديولوجيات الفكرية التدينية أو الدينية التي تنطق باسم الدين في مجتمع نريد فيه أن تقوم دولة قانون تؤمن بالمساواة وبالحرية وبالعدل وبالنظام وبالقوانين للجميع ولا أحد مفضل على أحد، يعني المفروض أن هذه الأحزاب وهذه الجماعات تنتهي تماما لكي تستقيم الحياة. طيب أستاذ مطهر، يعني ختام هذه الحلقة أيضا، ما الذي يتوقف على أبناء الشعب اليمني لمواجهة يعني هذا فئة تطرف يعني يسارية وفئة تطرف يسارية ربما أكبر منها، والشعب هو الضحية، والمجتمع الدولي الذي لا يزال يتناقض أو يتلاعب بالملف اليمني؟ أولا المجتمع اليمني مغلوب على أمره، يعني نحن نريد منه أكبر من حجمه، هو الآن وبالذات يعني في هذه الفترة العصيبة يعني قابع تحت حصار، تحت ضغط مجاعة، تحت ضغط عدم وجود مقومات حياة، ونريد منه أن يقاتل. فبالتالي المعول الأساسي هو على من يدير هذه العملية السياسية والعملية العسكرية. المواطن هو مواطن في الداخل. إذا 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 وجد مصداقية من القيادات السياسية والأمنية والعسكرية والشرعية وغيرها من الوطنيين
جدية فسوف يتحرك معه. طيب رسالة أخيرة توجهها أستاذ مطهر في ختام هذا اللقاء لأبناء الشعب اليمني من تلاحم من تراحم خصوصا في هذا الشهر الفضيل، هنالك نسمع الآن أرقام مهولة لارتفاع معدل الفقر والجوع ومآسي يندى لها الجبين داخل العاصمة المحتلة صنعاء والمحافظات الأخرى. هو ليست رسالة ولكنه يعني نوع من التخفيف على أهلنا وأخواننا في الداخل. تراحموا يرحمكم الله، نحن في شهر خير، أبواب السماء مفتوحة، لعلنا نتضرع إلى الله أن يذهب عنا هذه الكارثة وهذه المصيبة التي نحن فيها. لا نريد شيء، لا نطمح أصلا بشيء، نريد دولة فقط، لا نريد شيء، نريد دولة بلا عصابة، نريد دولة بلا 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 أحزاب ذات مصالح شخصية. نعم. نريد دولة تلم الجميع في الداخل وفي الخارج. نعم، نأمل أن تصل الرسالة الكاتب والإعلامي مطهر أريد أن كنت معي في الاستوديو. شكرا جزيلا لك. ختام هذه الحلقة نستودعكم الله إلى أن نلقاكم في حلقة مجددة. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.